هذا الذي يشيع في الكتب إن الله كان ولا مكان، هكذا يقولون، وهو عليه وهو على ما عليه كان قبل أن يخلق المكان. أنا أقول لكم إخوانا، كل قول في الله ليس من كلام الله ولا من كلام رسل الله فليس بشيء، لا يعتد به أبدا، وهو إلى الضلال أقرب، يعني قد يكون صوابا ولكن يحمل الضلال بذاته أنه يقول في الله ما لم يكن من الله. يعني الله قال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. فكل قول عن الله والله غيب كيف ستقول؟ تفضل تكلم في الله بغير سبل الوحي وأصب. كيف؟ الله تبارك اسمه لا نسمعه ولا نراه وهو غيب، والمعلوم أنه لعموم الملائكة غيب حتى لجبريل. يعني جبريل عليه السلام فيما روي عنه مما يحتمل التحسين أنه قال دنوت من الله دنوا لم أدن قبله مثله، إن بيني وبينه 70,000 حجاب. فالله تبارك اسمه كما قال عليه الصلاة والسلام حيي ستير وعلى وجهه رداء الكبر، فبالتالي كيف تتكلم عنه أو فيه ما لم يقله الله تبارك اسمه؟ ولا نعلم أن يعني أحدا من الناس اليوم أو من قبل يعني اطلع على الله تبارك اسمه، حتى أن الله قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالله تبارك اسمه يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار يوم الدين، يوم القيامة إذا كان يوم الدين ودخل المؤمنون الجنة نرى ربنا بإذنه أن يكشف الحجاب كل يوم مزيد، يكشف الحجاب فنراه ونرى وجهه، هذا هو الثابت أننا نرى وجه الله تبارك اسمه المجيد. فبالتالي النصيحة لازمة بالغة ألا يقولن أحد في الله قولا إلا أن يقرأ آية أو حديثا إذا أراد أن ينجو. إذا أردت أن تهلك قل ما تشاء، إنما يأمركم اللي هو الشيطان بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قد يبدو لك حسنا، النصارى إذ قالت إن عيسى ابن الله ظنكم بهم يريدون أن يغضبوا الله أو يتقربوا إليه، أرادوا أن يشتموه أو أن يمدحوه، مدح فلعنهم الله وأكبهم في النار. قال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يظن أن تبلغ ما بلغت، فكرها يعني كلمة منيحة لا بأس فيها، يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقى. ما لك ولهذا؟ ما لك ولهذا؟ لا تتكلم في الله إلا من كتاب الله. إذا سئلت عن الله سؤالا تعلم جوابه من كلامه فاقرأ، هذا إذا سألك يوم القيامة قل له إن معي حجة كلامك ربي ولم أؤول، بغير تأويل. يعني تقول هي معي آية فتؤولها لتتكلم على الله ليس لك. يعني قال الله في البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. كيف يأتي الله في ظلل من الغمام؟ أمسك عليك لسانك حتى لا يسخط عليك ربك. إنما أقول هل يأتي الله في ظلل من الغمام؟ إي ورب هذا البيت شاهدك، اقرأ القرآن. تأويلها أمسك ليه؟
إما أن يؤولها الله، أن يبينها لك، أو يؤولها رسله، أو يؤولها شيطان. قد تقول لي يعني قد يؤولها عالم، عالم ليس معه عن الله وعن رسوله علم، أي علم من هذا؟ العالم من قال؟ قال الله، قال رسوله. ثم العالم يا أخي بيقدر يحدثك في الشمس والقمر والبقر والحجر والنار والماء، كيف يتكلم العالم بما لم يسمع ولم يره؟ الله تبارك اسمه. يعني يتكلم العالم بما لم يسمعه ولم يره. شيخ أخوان، أنا لما بدأت ليه؟ لأنه هذا شائع عند المشيخات، يعجبهم أن يدعوا كلام الله وكلام رسول الله ثم يلحنوا لأنفسهم لحنا نحتوا. ماذا أصط بنحتوا؟ هذه اسمع: إن الله كان ولا مكان، وهو على ما عليه كان قبل أن يخلق المكان. هذا نحت يا أخوان. فتش في القرآن تجده؟ لا تجده. فتش في النبوة؟ ليست في النبوة. فهذه نحتها رجل أعجب الناس سجعها، ليست بشيء، ليست بشيء. واضح؟ لأنه لما يقول لك كان ولا مكان، وهو على ما عليه كان قبل أن يخلق المكان، أليست هذه خلاف هذا النحت اللحن؟ أليس خلافه؟ إن الله على العرش. شيء؟ ألم يستوي ربنا على العرش؟ تبارك اسمه المجيد. وأن الله في السماء كما قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إنما هل ستقول لي في للحصر؟ كيف يجوز على الله الحصر؟ قال لي أحدهم ينقل عن أحدهم المنقول عنه دكتور عقيدة. طبعا هذه الكلمة قلنا لكم يا أخوانا ليست من القرآن ولا من السنة، عقيدة. هيك بيقولوا، زي ما بيقول الخطيب: الأقصى من عقيدة المسلمين. بيقدرش يقول من دينهم، من إيمانهم، من ملتهم. ليه؟ فيوافق ما قال الأنبياء، لازم يخالف الأنبياء. عقيدة. هيك بيقولوا. قلنا لهم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في ديار بكر بن سعد، سعد بن بكر يعني الحليمة السعدية، بتعرفوه لما استرضع رضي الله عليه الصلاة والسلام في ديار سعد، لما كان غلاما في ديار سعد كان أفصح من علمائنا. يعني أنا بقول لك والله تالله ليس مبالغة، لما كان عمره 7 سنوات كان أفصح من علمائنا. تعرف ليه يا أخوان؟ 7 سنين اليوم الولد اللي عمره 7 سنين يتكلم، العامي 7 سنين بيتكلم، بيقول لك رحت وجيت وعملت وأخذت ولقيت. عاد العرب يومها كانوا يتكلمون هذا فصيحة، عادي رضاعة. أنت بتقول جيت، هو بيقول جئت، أو جيت لسان فصيح. أنت بتقول ولقيت البسة عند الباب، هو بيقول جئت فوجدت أو ألفيت قطة أو هرة لدى الباب. هذا ابن 7 سنين عادي بتكلم. ليه؟ أنت قلت ما قلت بالعامية لأنه هذا لسان أمك ولسان أمه، ما قد سمعت. شو بيسمون لسان الأم؟ فلما كان عليه الصلاة والسلام غلاما في ديار بني سعد كان أفصح من أنه المشايخ اليوم يا أخوانا بتكلموا عامي وبشد على حاله حتى يتم الفصيح. طيب، فلما يقول لك العقيدة على ما علمت، فأنا كنت أتكلم أنه هذا اللحن وهذا النحت. أيوة بورك فيك. أنا كنت أتكلم لأنك إذا قلت، قال لي أحدهم نقل عن دكتور في العقيدة، قال: إذا قلت إن الله فيه فهو محصور، وإذا قلت إن الله فوق هو بيقول فهو محمول، وإذا قلت إن الله تحت فهو معلوم. فبالتالي ليس لك أن تقول، هو بيقول يا ريت لو أنه تم، ليس لك أن تقول على الله إلا ما قال الله.
ولكن قال ليس لك أن تقولها. سألني الرجل إنه هذا الدكتور بيقول إيه؟ قلت له هذا صواب إذا كان يعبد دجاجة. صحيح. إذا قلت إن الدجاجة في القن أو في القفص فهي محصورة، وإن الدجاجة على السطح فهي محمولة، وإذا الدجاجة تحت السرير فهي معلوة. صحيح. أما الله ليس كمثله شيء، يقول عن نفسه ما شاء ويفعل ما شاء. العربية تحكم الله ولا يحكمها تبارك اسمه؟ يا أخوانا أنا إلهم داخل، علماء الفيزياء يعلموا أن السماء الثانية والأبعاد الأخرى ليست كما هم فيه، يعني الجاذبية هون ليست كالجاذبية في السماء، واللي فوق في السماء ليس كالذي فوق في السماء. حدثوني يا أخواننا مما خلق الله العرش. يلا لا لازم تحكم، مش بقول لك في تحت العرب وتحت. طب والعرش؟ العرش لسان عربي، مما خلقه لا تعلم شيء، لا تعلم. الله تبارك اسمه لا نعلم عنه إلا ما قاله وقال رسله. فإذا أردت أن تنجو فلا تتابع الشيطان، إنما يأمرهم الشيطان بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. فهذه الشنشنات يا أخواننا واللحون والنحود، إن الله كان ولا مكان له. أين الله؟ في السماء. من أين؟ الحديث الصحيح. طبعا بقول لكم هذا الحديث مضطرب، هو مضطرب. اللي قال إن الحديث مضطرب هو مضطرب، كذاب، ليس مضطربة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة جاءه أحد أصحابه معاوية بن الحكم السلمي، قال لنبي الله عليه الصلاة والسلام عندي جارية أرسلتها ترعى الغنم، فانفلتت منها غنم وأنا بشر كالبشر، فغضبت فلطمتها وأريد أن أعتقها. معاوية يظن أنها ليست مسلمة ويخشى هذا، فيريد أن يعتقها ويريد أن تكون مسلمة، يعني ليعتق رقبة مسلمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ادعوها. لاحظ النبي يريد أن يتبين من إيمانها وإسلامها. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. فقال نبي الله عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث وفاق ما في القرآن، والنبي يسمع ويقر عليه الصلاة والسلام. يعني هذا ليس واحد ما عندنا أن الله في السماء، ولكن قربت لكم. لما أتيت بهذا الحديث؟ لاحظ الجارية يبقى هذا إيمان معلوم بالفطرة. ليه أتيتك بهذا الحديث؟ ما قلت لك، يعني قلت لك إن الله قال تبارك اسمه إليه يصعد الكلم الطيب. وين إليه؟ نزل القرآن، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. يعرج إليه ولا يعرج إليه؟ النبي لما عرج إلى الله عرج هيك ولا هيك؟ الأمر يسير يا أخي. أنت لما تدعو ربك يعني تدعو يمينك ولا يسارك؟ كلنا ندعو هكذا. وهكذا رفع نبي الله يديه لما ابتهل إلى الله في بدر، فسقط رداؤه كان رافعا يديه. ماله؟ من أين يأتي؟ كما كان يقول الصديق عمر، من هنا يأتي الأمر، من فوق. فالآيات ثم استوى إلى السماء وهي اسمع جليات. ولكن أنا لما أتيت على هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية، إذا الجارية قالت إن الله في السماء فبالتالي هذا دين فطرة، هذا الجواب جواب الفطرة، فليس لعالم أيا كان، أشعري، معتزلي، سلفي، صوفي، أي شيء. قد يقول لك السلفي ما هو أنا أقول في السماء، ما أنت تقول هنا في السماء وتقول في غيرها ما لم يقل الله ورسوله. أمسك، لا يعنينا ما مذهبك ولا منهجك، ما لم يكن حرفا
أثرا أثرا وراء رسول الله. أين الله؟ ماذا قالت الجارية؟ فأقرها الله. ليه بقول لك أقرها الله؟ إذا أقر نبي الله أقر الله، لا يقر نبي الله إلا ما يقر الله. واضح أخوان؟ فربنا أين أخوان؟ في السماء. اللي درسونا، لأنه مناهج المدارس اليوم أغلبها على مذهب أشعري. طبعا الحمد لله أنتم براء لا تعلمون هذا، وهذا من رحمة الله. العالم إذا تعلم صار ذا مذهب وذا فرقة وحزب. الأمة الأمية البريئة لا تعلم هذا، وهذا من خير ما هي فيه. واضح؟ فعلمونا في المدارس أين الله؟ بيقول لك في كل مكان، أن الله في كل مكان. طيب، يعني مثلا عفوك، حيثما علمت، في مرحاض، في حش، في بيت كذا، ليش؟ الله تبارك اسمه كما روي عن ابن مسعود، اسمع، قال: فوق السماء الأولى إلى الثانية 500 سنة، وهكذا إلى التي تلي، وهكذا إلى العرش، ثم فوق السابع الماء، وفوق الماء العرش، والله على العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا عن ابن مسعود. واضح؟ فالله لما قال لموسى وهارون إني معكما أسمع وأرى، يعني صاحب ثالث، يعني كأحدهما، لا، أسمع وأرى تبارك اسمه، إن الله معنا. لما قال عليه الصلاة والسلام كما قال لأبي بكر: إن الله معنا، بما ثابت على اعتبار أن الله في السماء تبارك اسمه، فمعك تبارك اسمه، كما قال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى تبارك اسمه المجيد. فهذه كان على ما كان يكون فإن يكون، ولو كان، يعني طلع بقولوا إن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن كيف كان يكون لو لم يكن. إن الله يعلم ما كان وما يكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالناس بيقولوا ما شاء الله على إلت الحياة، ما شاء الله على الصفصطة بعد كلام الأنبياء. لا تكلموا على الله إلا ما قال الله. سلني، قل لي من ربك، أقول لك: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، بالقراءتين. واضح؟ في أحسن من هذا القيل؟ ومن أصدق من الله قيلة؟ ومن أحسن من الله قيلة؟ سلني عن الله مسألة: هل يضحك ربنا؟ أقول لك: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: ضحك الله لعبد كذا. فأتكلم عن الله بما قال الله وقال رسوله، وأخلي وأؤخر عقلي فيما أقول عن الله. اللي بيقول لك الله حقيقة آمنا لأن الرسل جاءت فأمرت بالإيمان بالله، فرأينا ما أتت به الأنبياء حقا، هذا محل العقل فقط. فاهمين أخواننا؟ محل العقل فقط، أن يأتيك الأنبياء بالبينات فتنظر بينات المرسلين، هن عقلك بينفعك ولبك وحلمك ورشادك فقط، أن هذا النبي يقول حقا. إنما لو لم يأتي نبي لن تبلغ ربك أبدا، ستبقى تنظر: من أنا؟ من أبي؟ هكذا توكن في نفسك أن ثمة من خلق وصنع، إنما من هو؟ ما اسمه؟ أين هو؟ ماذا يريد؟ ماذا يحب وماذا يكره؟ لا تستطيع أن تعرف. فمحل العقل فقط أن يأتي الأنبياء فيقولون قال الله، فيقول العقل العاقل واللب الحازم صدق للأنبياء بس. إنما بيقول لك نعرف الله بالعقل، لا يا شيخ، كذب. لو لم يرسل الله رسولا ولم ينزل كتابا لن تعرف ربك البتة، فقط ستقول خلقت، صنعت، أحد يرقبني بس. من هو؟ ما اسمه؟ لا تستطيع. ولد؟ لم يولد؟ له ولد من حديد؟ لا تعلم شيء يا شيخ، حتى يتكلم المجيد تبارك اسمه. الله
لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ما قال لا يحيطون به، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تدع هذا وتقول كان على ما كان يكون فكنا وصار بالأفعال الماضية جميعها، تدع هذا الكلام المجيد وتقول ليعجب الناس لحنك؟ واضح أخوان؟ إذا سئلت عن الله هل أحسن من هذا القيل؟ اقرأ، اقرأ أخواننا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تدع هذا الكلام وتقول قال فلان وقال فلان، كذاب من فعل أخوانا، شيطان مغرور أضله شيطانه، ما تقول أخوانا، حسبك ما قال الله وقال المرسلون. واضح أخوانا؟ دعوكم من الشنشنات هذه اللي بيقولوها، كانوا على مكان يصفط لك كلمة فيتقول العامة الهيبة لله ما شاء الله عليه، كله من أين هذه الشنشنة؟ هذه من وين؟ عن محمد عليه الصلاة والسلام، عن موسى بن عمران، عن عيسى بن مريم، عن إبراهيم، عن نوح، عن يحيى، عن زكريا، ما في من هذا، من أين لك بهذا؟ قال العلماء عالم لا يتبع الأنبياء، قل يا أخي عالم يقول على الله ما لم يقل الأنبياء والعلم، بيقول لك ما هو من زود علمه، هذا من زود عدوانه. لما قال الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من أين العلم عن الله؟ من الله، الله ورسوله. لما النصارى جعلت عيسى ابن مريم ما جعلت شيك أخوانا، بما؟ بالعقل. علماؤهم قالوا لهم إن ولدا من روح الله لا أب له، كلمة الله ألقاها إلى مريم بالعقل، هكذا قال لهم جهالهم، ماذا يكون؟ فلما اتبعوا عقلهم على الله هلكوا. العقل يتبع ما قال الله فقط، العقل فقط لتتبع ما قال الله. يعني أنا أقول لابني هذه نار تحرق لا تقربها، هل عقله بيقول له أبوك جرب قبلك؟ بس إذا أراد أن يتعرف النار بنفسه بتحرق. فالأنبياؤنا خير من آبائنا، قالوا لنا، عقلنا بيقول أنبياء كما قال الصالح في سورة ياسين اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ولا وهم مفكرون وهم فلاسفة وهم علماء وهم مهتدون، من هداهم فبهداهم اقتده. ما تتكلموا يا أخواننا على الله إلا ما قال الله، إذا أردت أن تنجو، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقى. واضح أخواننا؟ فاستمسكوا، إذا سألك أحد عن الله سؤالا لا تعلم فيه آية بينة أو حديثا ثابتا فأمسك، لا يسخط عليك ربك. فإن سألك لما لم تقل، قل له لا أقول فيك إلا ما أعلم كذلك أمرت. شيك أخوان، يقول الله ويقول الناس أخوان. مرة جاءني رجل هون قال لي تالله ورب هذا البيت الذي أقيمت عمده لمرضاته، وهنا تلا علي
تلا عليه. ما يكافئ بالسطر آية الكرسي. تعرفوا لما قال عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب أبي المنذر، قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب عليه الصلاة والسلام في صدر أبي، قال: ليهنك العلم أبا المنذر. من قال في الله قرأ من كتاب الله ليهنه العلم، اضربوا في صدره، قولوا له ليهنك العلم. من قال في الله من غير الكتاب صكوا وجهه وقولوا له بئس ما قلت. واضح أخوانا؟ فقرأ سطرا يكافئ آية الكرسي. تالله ما تتعتع. هو قال كلمة قالها أحد أشياخ المسلمين بيقولوا له سلطان العلماء، سلطان العلماء وسلطان سلطانه لا يبلغ في العلم عقب نبي الله عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ هذا اتفقنا. فأخر أخر ارجع لورا، سلطان العلماء وشيخ الإسلام، ارجع 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 ورا. عندنا نبي تكلم في الله، فإما أن تتكلم ما قال أنبياء الله أو أمسكوا والله لا حاجة لنا بكم، كما قال ابن عباس: ويل للتابع من المتبوع. مش اتبعتم سلطان العلماء؟ قال ابن عباس: ويل للتابع من المتبوع، يدع المتبوع قوله ويصير إلى غيره ويستمسك به التابع. حدثوني، مات نبي الله بدل الله لكم بعده دينا؟ كثير من العلماء يرتحل الرحلة فيغير مذهبه، يلقى العالم الآخر فيغير رأيه، فمتى سننتهي؟ وأرى الأنبياء أخوانا، اتفقنا؟ فقرأ عليها، فقلت له ابقى حتى يسمع الناس مقالتك. هو ظن أنني أعجبته بهذه الصفصطة، ولكن أنا أسمعت الناس ليعلموا كيف يدعون القرآن ويتبعون كلام الناس في الله، في الكلام على الله. ثم قرأت لهم آية الكرسي: ليهنك العلم أبا المنذر. من يعلم عن الله أحسن من هذا الكلام؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من عنده أحسن من تبارك الذي بيده الملك؟ من عنده أحسن من سبح اسم ربك الأعلى؟ من عنده من أحسن من ألف لام ميم؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. مين عنده أحسن من هيك؟ من عنده أحسن؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. من عنده أحسن من هذا؟ تعال أخوانا دعوه. كل عالم بشنشن لك شنشن كان يكون كنا حيث، ويأتي بأفعال الترجي والأفعال الماضية والناقصة والممرضة. دعك من هذا الكلام الفاضي أخوان، فلا يعجبكم لحنه. واضح؟ كله حدثنا عن الله مما قال الله. اختصر يا شيخ. شعراوي، أشعري، معتزلي، أي مذهب يا أخوانا، أي مذهب، سلفي، أي شيء أخوانا، أي شيء صوفي، أي شيء، لا يتكلم عن الله إلا الله نفسه بما أوحى لأنبيائه. واضح يا أخوان؟ إنما يأمركم الشيطان بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلما قالت النصارى ما قالت أردهم ربهم، اسمع بما قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله، اسمع، إلا الحق. أيوة، هذا المستثنى إلا الحق، ما هو؟ قول سلطان العلماء لا شك، قول اتحاد العلماء، قول المذهب الفلاني لا شك، هذا هو الحق. فلما قال الله إلا الحق، ما هو الحق؟ قوله: إن الله هو الحق المبين. لا تقولوا على الله إلا الحق، إلا ما قال الله.
كيف ستقول على الله حقا وأنت لم ترى الله ولم تلق الله ولم تسمع الله؟ كيف ستقول إلا أن يقول الله؟ جيد. قال بعدها: إنما هذه للحصر، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، اسمع، وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا. وين الإشكال؟ قول القول يدخلك جنة أو نارا، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. طبعا سيسمع سامع يقول لك يعني أنت مرجئة بتقول أن الإيمان قول. أحسن التعريف للإيمان ما عرفه الله ورسوله، يعني من هذه الشنشنات: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فإذا قلت هذا برئت من الإرجاء أوله وآخره، هيك بيقولوا، فيحاسبونك بأقوالهم. إيش تعرف الإيمان بغير تعريف الله وغير تعريف رسل الله؟ شفت لوين صار. هذا التعريف سلفي، هذاك أشعري اللي كنت بتكلم فيه. قال على الله، وقال على الله. أعطيكم تعريفا للإيمان عن نبي الله، أعطيكم من رب نبي الله. في الأنفال قال: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون، هاي التعريف، مين المؤمن؟ نأخذ من الله تعريف ولا من المشيخات؟ من الله. تعرف هذه الكلمة اللي أنا قلتها، إنه أنا قلت لك إنه هذه من شنشناتهم، أن الإيمان إيمان وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فإذا قلت هذا برئت من الإرجاء أوله وآخره. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. تعرف إذا بتفتح تمك عليه شو بصير فيه؟ فأنا أقول لهم: كلامكم لعله حسن، أتحاجوني بكلام الله؟ يا هذا الكلام ليس كلام الله، اتفاقا ولا لا أخوان؟ اسمع كلام الله. قال: إنما المؤمنون، هاي الإيمان، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. مين معه أحسن من هذا أخوان؟ مين يزعم أن هذا التعريف ناقص أو يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه أو غير تام؟ مش هيك أخوان؟ طيب اسمعوا ماذا قال النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. أتاه رجل سأله قال: ما الإيمان؟ طبعا السائل دكتوراه شريعة، كان السائل كان دكتوراه شريعة في العقيدة، كان متخصص في العقيدة، لا كان مع عقيدة وملل، نعم، وفرق، كان بروفيسور دكتور، نعم، كان بيقدم للبروفيسور، فجاي يتم المسألة. فقال السائل، طبعا أمي يسأل النبي الأميين عليه الصلاة والسلام، قال له: ما الإيمان؟ العجيب مرة إخواننا، درست هذا الحديث، هذا الحديث رواه رجل نحسبه من الصالحين، أخرجه في مسنده أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، طبعا ليس كلامه، أخرجه عن نبي الله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي أمامة الباهلي. فأنا حدثتهم، فذهب رجل سمع فأنكر لا يحبنا، راح لبروفيسور في الحديث قال له: في حديث كهذا؟ فقال البروفيسور في الحديث: لا أعلم. بروفيسور حديث: لا تعلم حديثا عن نبي الله في الإيمان؟ ماشي، لا بأس، لا يضر، لا يضر، بس العيب أنه لا يعرف الحديث ويعرف الأحاديث والأقاويل والأهاويل والأباطيل ولا يعرف الحديث. فماذا قال عليه الصلاة والسلام والحديث بسند صحيح؟ اسمع ما أجمله، شوف الجواب.
قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. طبعا في هذا الحديث ما يشتهون، انه بيقول لك الإيمان قول وعمل. فلما قال سرتك حسنتك، الحسنة عمل ولا يعني حسنة مفتوحة قولا وعملا، وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فلا يتم إيمانك بالتمني، اعمل حتى تسرك حسنتك وتسوءك سيئتك فأنت مؤمن. فقال الرجل فما الإثم؟ طبعا على أنه مذهب بدك، أشعري معتزلي قدري جهمي معتزلي، شو بتحب أخواننا؟ محمد قال عليه الصلاة والسلام إذا حاك في نفسك شيء فدعه. شفت هذا التعريف للإثم، إذا حاك في نفسك شيء فدعه، يعني هذا إثم. حديث أبي ثعلب الخشني عظيم الشأن، اجمعوا كتب العلماء جميعا من آرائهم أثقله بحديث نبي الله عليه الصلاة والسلام. هذا أتاه أبو ثعلبة قال لنبي الله عليه الصلاة والسلام، قال أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي. هذا بدك مكتب يا شيخ الجواب علي. قال عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، عقيدة، أوتي جوامع الكلم، لا تجد في لسانه كلمة عقيدة، يا إما يعلمون ما لا يعلم أو غفل عما يعلمون أو نسي، لا جهل وعلم، وادكر وفلته. طيب قال البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما لم يطمئن إليه القلب وتسكن إليه النفس وإن أفتاك المفتون. نقطة، هذا ما يحل لك ويحرم عليك. قال له وإن أفتاك المفتون، البر ما اطمأن إليه النفس، ما اطمأن إليه القلب وسكنت إليه النفس، والإثم ما لم يطمئن إليه القلب ولم تسكن إليه النفس وإن أفتاك المفتون. يعني يا شيخ أجب يقول له قرض للإسكان، فأنت جئت تستفتي، سألتني وسألت فلان ولكن لم يطمئن قلبك، فبيقول لك النبي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا حاك في نفسك شيء فدعه. هذا الدين، هذا الكلام. عملوا توسعة في بين الصفا والمروة، فجاء علماء فقالوا يجوز السعي فيه، وجاء علماء قالوا لا يجوز السعي فيه. أجيبك بجواب الأميين، إذا حاك في نفسك شيء فدع، إذا مش مطمئن أن تسعى في التوسعة لا تسعى في التوسعة، دع ما يريبك إلى ما لا يريب. أحسن من هذا دين، غيرك بيقدم رسالة دكتوراه في جواز السعي بين الصفا والمروة في التوسعة الجديدة، رسالة دكتوراه، بعد ما تخلص في كمان رسالة في عدم الجواز، وبعدين معك إمتى بيخلصوا هدول الأشياء؟ قلت لكم من قبل ما لم يحكمه الله ورسوله فلا ينبغي لابن امرأة أن يحكمه. واضح إخوان؟ كبروا الله. ما أجمل كلامه في الإيمان عليه الصلاة والسلام. طبعا له أحاديث كثيرة في تعريف الإيمان، والكتاب مليء بالإيمان، فمن عدل عن الكتاب وكلام نبي الله عليه الصلاة والسلام لتعريف الإيمان فهو مبطل. إن قال لك إنما قلت هذا لأرد به كلام المبتدعة، قل له أنت متابع للمبتدعة بإحداث ما لم يكن في الكتاب والحديث. قال لك نبي الله إذا ابتدعت المبتدعة فدع الكتاب والحديث وابتدع لهم قولا تردهم فيه، قال لك هذا الكلام؟ ولا قال لك إذا أحدثوا فلا تحدث وإذا ابتدعوا فاستمسك؟ شيك يا أخوان شذه أحدثوا لا نحدث.
أنا حتى أتم آية النساء ونخرج إلى حديث آخر. فقال المجيد اسمع لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. فوان كان إشكالهم وإبطالهم في قوله ماذا أوجب الله علينا؟ أن نقول ما قال الله الحق. ما هو الحق؟ قول أنوم للشيوخ. هلا الشعراوي يا شيخ يعني الله يسامحك يعني الشعراوي قال أن الله في كل مكان يا شيخ يعني الشعراوي لا يعلم هيك بيقولوا لنا. وبعدين الدكتور راتب ابن أبي الشيخ قالها وقال يعني في الصفات وقال كل شيء يعني الحمد لله يعني على هذول ما بيعرفوش. قلنا لكم إخواننا مختصر الشعراوي وراتب والشافعي وأبو حنيفة وابن تيمية ومالك والأشعري والجويني والغزالي اجمعهم جميعا 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 أخفيهم لك في جيب عباءة نبي الله عليه الصلاة والسلام حتى لا ترى منهم أحد عشان كل واحد يعرف حجمه. وأسهل لك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنزل الله ميزانا فوزنني ووزن أمتي فوزنتها جميعا. اتفقنا بايش وزن اخوانا يعني بالشحم واللحم والعظم بما وزنه بما تاكلون وياكل وتشربون ويشرب وتنكحون النساء شيك اخوان وتنامون وينام وتصومون ويصوم بما بعلمه عن الله بنبوته في الله. دعك يا اخوانا ما حدا يتكلم ما حدا ينافس هذا النبي. الأنبياء إذا قام نبي الله يتأخرون ألم يجمعهم الله في هذا البيت فأمهم نبي الله عليه الصلاة والسلام قال إذا كان يوم الدين آتي كما قال عليه الصلاة والسلام عند العرش فأسجد فيفتح علي من المحامد ما لم يفتحه الله على أحد إلا على سلطان العلماء. انتهينا أخواننا. من جاء يتكلم في عود الأراك في الدين سواك فليقل قال الله قال رسوله ولا حاجة لأمي بقول غير نبي الأمي حتى ينزل عيسى بن مريم.